الآن جاء دور المسابقة داخل الاستوديو، والشاعر خميس يقوم بإلقاء ما عنده من الغاز ومن أبيات شعرية على الأخوة ضيوفنا في البرنامج. يا أهل وسهلا بهم، يا مرحبا، حياك. تفضل شاعر خميس. من نبدأ أول؟ فريق ألف. ألف خلاص، ألف ولا باء ولا بالدور؟ تفضل. ماشي، أنا بلقي اللغز وأنتظر الإجابة منكم بإذن الله. يقول اللغز: ويش الذي في مسقط بدا وتالي انتقل؟ ويش الذي في مسقط بدا وتالي انتقل؟ مر بالبريمي دار أمجاد وكرم، مرت ليالي الوقت ولا حات المحل، وبعد البريمي مسكن في آخر صحم. ركزوا شوية، ركزوا، ما تستعجلوا. خلي عيد. آخر عاد عشان يظن. تفضل شاعر. ويش الذي في مسقط بدا وتالي انتقل؟ ركزوا، عفواً شاعر. تفضل. ركزوا في البيت، أو لأنه هو من خلال الكلمات بتبان. لا لا لا. ويش الذي في مسقط بدا وتالي انتقل؟ مر بالبريمي دار أمجاد وكرم، مرت ليالي الوقت ولا حات المحل، وبعد البريمي مسكن في آخر صحم. لو ركزت أعتقد أن هذا السؤال لألف ولا لألف؟ لألف، أنا قلنا لألف، لكن أنتم ما اعترضتوا. لو كنتوا اعترضتوا كنا بدينا فيكم أو عملنا قرعة. لكن ما إذا ما عرفوا لك، لا انتوا فيها لكم اسئله موجوده، ما تخافوا. السؤال اللي ما نعرفه بنخلي الشاعر يجاوب عليه، على اساس ايضا نعطي فرصه لاكبر عدد من الغاز محضرها الشاعر. ما قصر يعني. مشكور. تسلم تسلم. ها ما اعرف، ما اعرفه. معقوله؟ مع انه سهل كثير، بسيط جدا. لو تركزوا على الكلمات، بس لو تركزوا على الكلمات يعني بدنا فرصه. خلاص إن كان نجاوب. لا خالي تعرفه. أنا عارفه، بس خلي أنت تقوله. جزاك الله خير. على أساس أنه ما يقول أننا. هو بدأ في مسقط ومر بالبريمي وانتهى في صحم، إذا حرف الميم. واضحة. بدأ في مسقط، ميم، مسقط. مر بالبريمي، يعني مر في البريمي، ثم آخر صحم. نعم. إذا راحت عليكم نقطة وبسيطة تعوضوها إن شاء الله. احنا مستمرين ان شاء الله لنهايه السهره والرمزه. ننتقل الى فريق باء، شاعر خميس. السؤال الثاني يقول: عن واحد عند البشر وعند الشجر، في الراحه والشده تشوفي صاحبه، يكبر في وقت الليل مع نور القمر، ولا في ظلام الوقت صحيبي غيبه. الإجابة هي الظل. تسلم. الظل إجابة صحيحة. إذن ما شاء الله عليكم. إذن فريق باء الإخوان حققوا نقطة الحين، وإن شاء الله مستمرين كما قلنا في المسابقة. الغاز مجموعة حضرها الشاعر خميس، ومعنا أيضا هناك أبيات شعرية في مجال الفنون الشعبية.